أشرقت شمسة بروحي. أعزائي المشاهدين، أحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج شراغة الكويت. أنا ليلى الشمري من الكويت، وزوجي عادل الشمري أيضا من الكويت. يا هلا فيك عادل. يا هلا فيك شوف المشاهدين. في هذا البرنامج راح نكون على تواصل معكم، والبرنامج تضمن صلاة نطلب فيها بركة الرب لنا جميعا، وفيديو قصير نتأمل فيه، وآية من الكتاب المقدس، وتأمل قصير ما يخص موضوع اليوم، وصلاة لديرتنا الحبيبة الكويت وترنيمة، وطبعا الرد على الإيميلات والتعليقات على برنامجنا. وممكن عادل تصلي لنا قبل أن نبدي؟ نشكرك على نصالح، نباركك نمجدك يا رب. يا رب نصلي من أجل هذه الحلقة على نصالح، أنت تبارك هذه الحلقة وتبارك يا رب الناس المستمعين اللي راح يسمعوني على نصالح، تفتح الأذهان والقلوب يا رب. أنت تعطينا كلمة من عندك يا نصالح، كلمة تعزية، كلمة تقوية يا نصالح لكل إنسان محتاج لها. باسم الرب يسوع نصلي ولك كل كرام مجد. آمين آمين. اليوم الحلقة خاصة عن الظرف الصعب اللي يمرون فيه أهلنا في الكويت، هي السيول اللي ضربت ديرتنا الحبيبة الغالية على قلوبنا، وراح نرفعها في الصلاة. والحين نشوف الفيديو عن السيول اللي مرت فيها الكويت. شايفين انهار، شوف السيول تبارك الرحمن، شوف وسكرت حتى الدائر السابع، راح تسكر الدائر السابع. مثل ما قلت لكم هذه المشكله كلها من قرب عبد الله مبارك، تصريف الماي اللي جانا من قرب عبد الله مبارك هو اللي سبب لنا مشكله، شوف شوف السيل الحين راح اصور باتجاه الدائر السابع، سكر الشارع بالكامل. كلمت العقيد المنصوري، الله يستر على الناس، انا كلمتهم بالداخلية الله يهديهم. أبو أحمد، بعد ما شفنا الفيديو شنو تعليقك عليه؟ صد شيء مؤلم وقلبنا يتقطع عشان أهلنا في الكويت، وهذه ما هي المرة الأولى اللي تمر فيها الكويت في مثل هذه الكوارث. سنة الهدامة اللي هي يت 1934 هي السنة اللي تعرضت فيها الكويت الأمطار غزيرة، أدت إلى هدم كثير من البيوت المبنية من الطين، واللي تضرروا بحدود 18,000 شخص. شهدت الكويت في 7 ديسمبر 1934 هطول أمطار قزيرة بلغت كمية حوالي 300 مليمتر، وهي 3 أضعاف ما يهطل خلال عام واحد في الكويت. وأدت هذه الأمطار إلى هدم أكثر من 500 بيت، وكانت المنطقة الأكثر تضرر هي الواقع بين دروازة عبد الرزاق وقصر نايف. بلغ عدد المنكوبين حوالي 18,000 نسمة، اضطروا إلى ترك منازلهم واللجوء حق المدارس والمسايد والمباني الحكومية. وبلغ عدد المصابين اللي سجلوا رسميا في دائرة الصحة 11 مصاب، واللي توفى منهم 2. تعرضت الكويت عام 1954 لأمطار غزيرة فاقت في غزارتها وأضرارها أمطار سنة الهدامة وغيرها من الأمطار اللي مرت فيها قبل. بعد ما شفنا هذا الفيديو يذكرني في آية في إنجيل في الإنجيل الأولى هي سفينة نوح، والثانية يوم هاج البحر
والرب يسوع كان مع التلاميذ في الغارب. في سفر التكوين إصحاح السابع: وقال الرب لنوح: ادخل أنت وجميع بيتك إلى الفلك، لأني إياك رأيت بارا لدي في هذا الجيل. من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة ذكر وأنثى، ومن البهائم التي ليس بطاهرة اثنين ذكر وأنثى، ومن طيور السماء أيضا سبعة ذكر وأنثى، لاستبغاء نسل على وجه كل الأرض، لأني بعد 7 أيام أيضا أمطر على الأرض 40 يوما و40 ليلة، وأمحو عن وجه الأرض كل غائم عملته. ففعل نوح حسب كل ما أمر به الرب. نهاية كل بشر قد أتت أمامي، لأن الأرض امتلأت ظلما منهم. رحمة الرب. وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. كان نوح رجل بار، كان البر في عيني الرب هو الطاعة والإيمان والتسليم. خطة الله فلك خاص يحمل كل من يصدق كلمة الله فوق مياه الموت. فرصة التوبة ظلت 120 سنة يبني فيها نوح السفينة، وانغلق باب الفلك بعد 120 سنة. لرحمة الله والعدلة بداية وساعة انتهاء. نشوف أيضا يوم المسيح له المجد، كان في الغارب مع التلاميذ، الأمواج تضرب الغوارب حتى صارت تمتلي، وكان هو في المؤخرة نايم. فيغضوا قالوا له: يا معلم، أما يهمك أننا نهلك؟ شنو رد عليهم؟ فقال فغام وانتهر الريح، وقال للبحر: اسكت ابكم. فسكت الريح وصار هدوء عظيم. ونتخيل هلا الصيادين وحركتهم العنيفة في مقاومة العاصفة، ونسمع صياحهم فوق الهدير الريح وتلاطم الأمواج، وهم يصرخون الواحد للثاني شو اللي صار معاك، ويطلب كل واحد من الثاني شو اللي يسويه لازم يسويه. ننظر شلون كانوا خايفين من ملاطمة الأمواج في ظلام الليل الدامس، وهم يتعبون في تفريغ المياه من قواربهم، لأن الغارب في البحر الهائج يمكن ينجو، لكن متى صار البحر الهائج في داخل الغارب لا يمكن أن ينجو. نفس الشيء أن الإنسان الذي يهيج الشر في قلبه هو اللي يهلكه، لأن الخوف جبار يضعضع الرشد ويشتت الإيمان. اللي أمسكهم عن إيقاظه هو اعتمادهم على ذاتهم وقوتهم في تدبير السفينة، لكن يوم فشل كل ما عندهم من الوسائل لم يسعهم إلا أن يوقظونه. لازم يقعدون من النوم، ولهم حق أنهم يطلبون معونته في الأوقات الخطرة والشديدة، صارخين: يا معلم، أما يهمكنا نهلك؟ أخي الحبيب، أنت وأنا محتاجين من ينتهر الريح والبحر ويطيعونه بكلمة واحدة منه. هو الإله الحقيقي اللي محتاجينه في حياتنا. أتمنى نفكر ونبحث من كل قلب، لأنه يقول: تطلبونني تجدونني إن تطلبونني من كل قلوبكم. الرب يبارك حياتكم ويحفظكم ويحفظ الكويت والشعب الكويت الغالي علينا. والحين ممكن نصلي ديرتنا الحبيبة. أشكرك على الصالح وباركك ومجد اسمك يا رب. يا رب نصلي من أجل الكويت يا الصالح، من أجل شعب الكويت يا رب. يا رب أنت قلت: اطلبوا باسمي من الآب يعطى لكم يا الصالح. يا رب أنا وزوجتي متفقين مع بعض في هذا الطلب، بأن يا لنا الصالح أنت تحمي الكويت وتحمي الشعب الكويتي يا الصالح من كل شر يا رب. يا رب تحفظ يا رب كل الشعب اللي موجود هناك يا رب. يا رب الغير مستطاع لدى البشر مستطاع لديك أنت يا رب، أنت تستطيع أن تحميهم يا لنا الصالح. يا رب حماية خاصة يا رب، بركة خاصة يا لنا الصالح. يا رب تعزي وتقوي لهم يا لنا الصالح، تعطيهم فرح تعطيهم سلام يا لنا الصالح. يا رب تجبر كل الجروح يا لنا الصالح. يا رب احنا ما عندنا غيرك يا رب. يا رب المعتمد على ذراع بشر ملعون من اعتمد على ذراع بشر، لكن احنا معتمدين على ذراعك انت، بانك انت تمد ايدك يا لنا الصالح وتشفي الجروح وتبارك البلد يا لنا الصالح، وتشفيهم روحيا ومعنويا يا لنا الصالح.
باسم الرب يسوع أصلي لك كل كرامة ومجد. آمين. أعزائي المشاهدين، لو كان عندكم أسئلة واقتراحات بخصوص برنامجنا ما ترددون تكتبوا لنا على صفحة الفيسبوك أو على الإيميل. الرب معاكم ويبارككم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. افتح عيون البشر ونور الأذهان، ذوب قلوب من حجر عاصية من زمان، رجعها لك حسسها لك، رجعها لك حسسها لك. يا مانح الغفران يا الله يا الله يا الله. انت الطريق وانت الحق وانت الحياة، انت الطريق وانت الحق وانت الحياة. يا الله يا الله.